ابو الحسين جنني، هل من منافس جنته؟ لبيك يا ابن الطاهره. نحن موكب شباب الحسن، تؤسست في عام 2014، تنطلق من محافظة البصرة قضاء القرنة ناحية الشرش. 31 شخص، أشخاص الذين يحملون الراية هم عددهم 5 أشخاص. هذه الراية يبلغ طولها 10 أمتار وارتفاعها 8 أمتار. نعم، هذه الأحبال 6 أحبال، 2 على جهة اليسار و2 على جهة اليمين و2 في الخلف. شنو واجباتهم؟ هاي توازن الراية، مين ما تميل تتوازن، وماكو اي صعوبه ان شاء الله في طريق ابو عبد الله. نعم، هذه رايه ابو الفضل العباس، كانت اول سنه هديناها الى قمر العشيره، وهذه الرايه سنه 2020 منذوره الى اهالي الناصريه سوق الشيوخ. العلم العراقي في راس الرايه، وهو يدل على ان الحسين ثوره، ووراءه كل شهيد وطن غالي. اما الرايه الثانيه هي رايه السيد علي السيستاني، تدل على انه خيمه العراق. حاجات بيها موجود سيد علي السيستاني، على صمد هاي الدار داعش وسفياني، حاجات بيها موجود سيد علي السيستاني.